علوي علوي عادي انت الخاص خاصري. اسمعي اسمعي هاي. لا خلص المرة واحدة طبخت لجوزها خبيزي. ايه. تاني يوم طبخت له سبانخ. ايه. تالت يوم طبخت له ملوخية. ايه. رابع يوم قالت له جوزي ايش تريد اطبخ لك؟ قال لها ما في داعي برعى لحالي. وبه. كفك. حلوة بس عن جد مو معقول انت منين بتجيبوا هدول النصوح؟ عن جد مو معقول. تعالي ايش عم تسوي؟ عم تصور اسمعي خلص بعد اقدر والله اسمعي. بزمانه في واحد صرصور كان لاعب سيارة صرف الصحي وعصيح حيو ابو الشباب وقفوا ابو الشباب. قالوا ليش ما بتعيط عليه؟ قال له ابن الحرام شفط المرا. وبه. اسمعي. لا مو معقول عن جد مو معقول انت منتصر. منين عم تجيبوا هدول النكات؟ هلا بتعرفي مذاكرة قدم شلون فيق ابنه مشان يجيب خبز؟ بقول له بابا قوم البنزين جيب خبز قبل ما يسكر الفرن. يا خسارة سكر. غميين. بتحسي ربطة الخبز ضربت بالعارضة. شو هاد يا ادري؟ لك شو هالابن الخال اللي عندك بياخذ العقل؟ ليه ما عرفنا عليه من زمان؟ هذا ابو خالتي هذا منتصر فردي ماله اخت. بجنن مو معقول يا منتصر شو ظريف انت. اسمعي. لح منتصر ايش بك؟ ايش صار لك؟ فلتت؟ فرشت معلقك فرد برا؟ لك عيب يا منتصر، ايش بدها تقول عليك البنت هلا؟ بعدين ضروري تساوي لي حالك شلي شبله؟ كراكوز انت بدك تضحك الناس علينا؟ دي بقى ايش بقى قصة يعني ايش حكينا ايش فيها؟ طلع المخلوقة ما شاء الله ايش شو هاد تنشرق شرق. الله وكيلك اول ما شفتها قلت هاي هي حشيشة قلبي هاي هي ما شاء الله طول وجمال وخف الدم وطيبة قلب وهي القصة هاي نادرة الايام ايش بقى؟ حلاوة وجمال وخف الدم وطيبة قلب هزار اسمها هزار؟ يا بو لك صار لي ساعة ماشي معه ما سألت عن اسمه ايش هذا ما شاء الله هزار حلو الاسم ها منتصر وهزار يدعونكم ما لحضوري حفل قرانكم ما حلوة ما منتصر بدي انصحك نصيحة اخوية ايش هي من ابن خالي لابو خالته هاي البنت مالك مصلحة فيها طاول بعيد عنا احسن لك ليش لانه بيني وبينك البنت مخطوبة دي بقى لك مش ما عم بقول لك لا ايش عم تحكي؟ صار لي سامي شي معه وهي عم تحكي لي قالت لي بعتمد لساني انا ماني مخطوبه بعدين اذا مخطوبه وين محباس؟ ماني لابسه محباس لك صحيح ما في محباس بايدها لانه امبارحه بالليل علقت مع خطيبها على القمصه خطف وزتت له المحبس بنص وجهه بخالتي ليش زتت له المحبس بنص وجهه؟ لك اشبك انت اشبك بدك تتشاقك بحمه المحرقه لسه البيضه مين باضه والدجاجه مين جابه لخيو البنت مخطوبة وبتحب خطيبة وما أصول تستغل إنه هي وياه متقاتلين مشان تدخل على الخط بعدين والله ما تدرى خالته نازلي أمك إنك عم تستغل ظروف العالم وتخرب بيوتهم والله لا تزعل منك ميكين صح ولا أنا غلطان؟ خلاص خيو ما بقى لي مصلحة كل مرة بتعمل هيك كل ما حطيت عيني على واحدة بتروح تشكيها الماما وبه شوفي هاي أول مرة بحياتي بعمل فيها عمل خيري وشوفي الله دخيل اسمه كافاني عليه فورا وبعث لي منتج تبناني من غامض علمه امجد راح بدون ما يقول لي لك حتى ما عرض علي يوصلني مع اني انا مشيت كل هالمشوار كرمانه وشوفي اصبع رجلي كيف تورم صبايا شفتوا لي شيء منتصر العمى هذا وين اختفى مين هذا منتصر لك ليكون من خالته لادري هذا الغليظ بالله غليظ ازار يلا ما حلو يدخل ينتظر